يعني انت شخصيا حفظتي القرآن ازاي يا ايمان؟ والله ماما ساعدتك اعتقد. اكيد والدتي حفظتني جزئين الاول. وبعد. كان سنك كام سنه لما بداتي؟ كان سني تقريبا يعني 5 سنوات او كده. 5 سنوات. ما شاء الله. حفظتني جزئين وبعد كده بدات مع شيخ القريه حفظت القران. مع شيخ القريه؟ تمام. كتاب يعني؟ لا هو كان بيجي لي المنزل يعني. جميل. حفظت بقى القران يعني من غير احكام تلاوه. بعد كده درست احكام التلاوه الحمد لله والقراءات. انت حافظه 10 قراءات؟ الحمد لله. حافظه القران ب 10 قراءات في العشر قراءات الحمد لله. 10 قراءات ما شاء الله. ايه اصعبهم؟ بصراحه يعني كلهم سهلين جدا يعني. كلهم سهلين. بس محمد حافظ بس اكتر روايه إيه؟ بحبها يعني بصراحه روايه ورش عن نافع. ورش. تمام. ومحمد ايه الروايه اللي انت بتقرا بيها؟ حفص عن عاصم. حفص عن عاصم. ومحمد شعبان؟ ورش ايضا. ورش. ايه اللي بيميز كل قراءه عن الثانيه محمد وائل؟ اقول بقى محمد وائل ومحمد شعبان. ايه اللي بيميز كل قراءه عن الثانيه؟ يعني احكي لي مثلا قول لي قراءه حفص، انت بتقرا بروايه حفص عن عاصم. ايه اللي بيميز هذه الروايه؟ ولا لسه انت حفظت كده؟ هو حفظ يا ايمان القراءه زي ما سمعها. يعني لسه ما درسش. لسه ما درسش. ناوي تدرس ان شاء المستقبل؟ الله. اكيد ان شاء الله. انت قلت لي حلمك تتخصص في علوم القران. في علوم القران ان شاء الله تخليه يدرس بقى كل حاجه. علوم القران. هي طبعا ايمان زعلانه لانه كليه علوم القران للشباب فقط. ما فيش للبنين، ما فيش للبنات. هي كان نفسها ان هي تخش كليه علوم القران لكن دخلتي. ان شاء الله تفتح ان شاء الله. دراسات ان شاء الله تفتح. السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انت خلاص دخلتي بقى دراسات. ما انا معهد قراءات بقى تلت تخصص ان شاء الله ادخل. ايوه ايوه.